دائما دائما ما ما انت علمتنا بالعلوم السياسيه انه هناك فرق بين ان تكون المطالبه بالحقوق تحت سقف الوطن والمطالبه التي قد تكون بها دماء يجب ان يتوقف الانسان للحظه للتفكير والصمت بالخطوه المقبله. ما هي اول شيء يعني نظرتك للمشهد العراقي اليوم بعد الذي حدث؟ تفضل. والذي للاسف لم نكن نتمنى ان يحدث، نعم. كنا نتمنى سلميا كلها تعبر عن وجهه نظرها، نعم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا الحقيقة الموضوع اللي يتعلق بمفهوم م. الثورة واشتراطات الثورة م. والتغيير طبعا أدلة العقل وأدلة الشرع والمصلحة الوطنية العليا كلها تحتم أن يكون أي عمل ثوري يجب أن يرتبط بالسلمية العنف دائما يعني ربما يقترن بالمقاومه اكثر مما يقترن بالثورات. <applause> ثورات احيانا تطغي دماء اكثر حتى من النتائج اللي تتمخض عنها الثورات. صحيح انا مقدر ان الواقع العراقي كل اشتراطاته والظروف الموضوعيه للثوره كلها ربما متحقق يعني فعلا المواطن واصل الى الوضع الذي لا يطاق وهذا يعتبر الشرط الاساس لانطلاق اي ثوره او اي تغيير، لكن التغيير اللي يتم بمزيد من الدماء يعني الـ يعني الـ اليوم المرعب اللي صار بالقتال في المنطقه الخضراء يعني عاشت بغداد حاله من الرعب يعني ربما من سنين طويله لم تعش مثل هذه الاجواء. الوضع كان خطير يعني استاذ انور انا نعم. يعني كنت اقدر الموقف لو استمر عده ايام انا كلش اتفق مع جنابك كان ممكن ان يستمر لسنوات طويله. وكان هذا هذا الاقتتال كاد ان يهدد وحده الدوله العراقيه لان هذا يترتب عليه بالنتيجه ومن يريد ان يشعل الحرب الشيعيه الشيعيه الحقيقه هو مو من القوى الشيعيه ولا لا. هي تخوف لكن يخشى من الدوله العراقيه العظيمه ولذلك هنالك من يسعى لتحطيم الدوله العراقيه وقدرات الدوله العراقيه عبر إشعال هذه الفتنة أو هذا الاقتتال بين طرفين شيعيين لا. ولذلك أنا يعني حييت في تغريدة حييت السيد مقتدى الصدر صحيح. على المبادرة اللي قام بها لأنها وَأَدَتِ الْفِتْنَةِ وَحَفِظَتْ وَحْدَةَ الْعِرَاقِ وَصَنَعَتْ السَّلَامِ أنا عندي فرضية أقول نعم. أن البطل في التاريخ هو الذي يصنع السلام وليس الذي يصنع الحروب والاقتتال هذا المتهور يصنع الحروب ويصنع الاقتتال لكن ال ال البطل هو الذي والله اللي يصنع على هذا الشيء بالفعل يا دكتور سماحك سيد مقتدى الصدر يستحق ان يقال عنه بطل السلام لانه أوأد فتنه بخمس دقائق نعم انا حقيقة انا اطلقت يعني عليه هذا, هذا اللقب في م. هذا أي رغم انه البعض الكثير هاجمونا م. على هذا التوصيف لكن له. انا قلت لا ابالي في ذلك صح. لانه قلت هذه الفكره اللي تحققت من جراء قائلها حققت منفعه حفظت لوحده العراق صح. يعني انت يعني حتى ذول الاصوليين الاصوليين مرات من الشيعة او غير الشيعة مرات يعني من يرجعون الى ادبيات الائمة المعصومين مثلا يعني من ترجع الى ادبيات الامام جعفر الصادق الامام جعفر الصادق كان يميز ما بين النظام وما بين الدولة يعارض النظام العباسي صح. ولكن يوقف معارضة للنظام العباسي ويسند النظام العباسي في حالتين اذا كان هذه المعارضه تؤدي الى اخلال بالامن والنظام شوف يتبع الطرق السلميه واذا تعرضت الى تهديد خارجي يقف معها يعني هذه المبادئ الشرعيه مطلوبة اليوم أن نطبقها، يعني مو أي طرف سياسي نختلف معه لابد أن نحتكم إلى لغة السلاح